سلام الفاميلا، كي داير لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد على القناه، ان شاء الله غادي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. غادي نحضر معكم بيتزا البطاطس تجي ولا اروع، غادي تنال الاعجاب ديالكم وخصوصا الوليدات ديالكم. بلا ما نطول عليكم في الهضره، ندوزوا للمقادير وكذلك الطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ واحد الكميه ديال البطاطس، بالنسبه للكميه تتبقى على حسب افراد الاسره. انا خديت هنا ثلاثه الحبات ديال البطاطس متوسطين الحجم، غادي نقطعهم بهذه الاله هذه اللي ما توفرش عليها، ماشي مشكل، فقط بسكين ديروا دوائر، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه ما بين وبين باش يدخلها الطياب ملي نكونوا نطيبوها. كيف تتشوفوا معايا خديت هذا الشكل، هذا تيعطي واحد المنظر زوين خصوصا للوليدات تيحبوه. غادي ندوز، غادي نغسلها مزيان، وغادي ناخذ واحد الطنجره ولا واحد الكاسرول، غادي ندير فيها ماء يكون مغلي ماء ساخن، غادي نوضع فيها البطاطس ديالي وغادي نخليها مع شويه ديال الملح، غادي نخليها تطلع فيها الغليه، نحسبوا ليها البنات 5 دقائق لا غير، 5 دقائق ونطفيو عليها. كيف تتشوفوا معايا غير طلع الغليه البنات 5 دقائق 4 دقائق لا غير، ما خاصهاش تطيب بزاف باش ما تهراش لينا وتجينا ما مزياناش في التورته ديالنا. وكيف تتشوفوا معايا بالنسبه للنار، ملي طلع الغليه ديروها نقصوا عليها، ما تخليوهاش مجهده باش ما طيبش ليكم البطاطس دغيا. شوفوا معايا دابا ملي طلعت هذه الغليه هذه غنحسب ليه 5 دقائق وغادي نطفي عليه وغادي نديرو في ميسباس باش تصفى ليا، ما خاصهاش طيب بزاف باش ما تهراش ليكم. غادي ندوزو الخطوه المواليه، غادي ناخذ حبه بطاطس، فلفل حلو، والكفته اولا اللحم المفروم، الكميه تتبقى على حسابكم. غادي ناخذ مقلات اولا طنجره نوضعوا فيها زيت الزيتون، غادي نوضعوا البصل، الفلفل الحلو، وكذلك غادي نوضعوا الملح، وغادي نخليوها حتى تنزل لينا مزيان ويتغير لون البصل، خاصة ضروري تنزل لينا مزيان ويتغير لون البصل. غادي ندوزو نضيفو عليها الكفتة أولا اللحم المفروم، وغادي نبداو نضيفو في التوابل. بالنسبة للتوابل غادي ديرو التوابل اللي حبيتو، غادي ندير نص معلقة صغيرة ديال الكمون، فأنا الكمون تيتواترنا مع الكفتة، الزنجبيل، الخرقوم البلدي، الفلفل الاحمر او التحميره القليل من الابزار، وغادي نضيف شويه ديال المليحه، ما تنساوش انكم درتوا الملحه من قبل، وثوم بودره او الثوم حبيبات اختياري، وغادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون فقط باش تقلل لينا ديك البصله لان كانت نشفات ليا المقله. غادي نبقاو نمزجوا المكونات حتى طيب لينا الكفته ديالنا مع اضافه القليل من القزبر والمعدنوس، الا كان طري يكون احسن، انا استعملت المجمد. غادي نبقاو نحركوها على هذا الشكل هذا حتى تنزل لينا مزيان. ها هي خليتها تسقطرات، ها نتوما راه تبقى شاده راسها، ما خاصهاش يعني طيب اكثر من اللازم، فقط كيف قلت لكم طلع الغليه 5 دقائق طفيو عليها 4 5 دقائق، لانها رقيقه الا درتوها على هذا الحجم هذا فهي رقيقه. بغيتو تقليوها لكم الاختيار. عندي هنا الكفته اولا الحشوه اللي حضرت معاكم، عندي الجبن مبشور الا كان متوفر مرحبا، ما كانش عندكم يمكن لكم تستعملوا الجبن هذا اللي متلت، الا ما كانش ديروا الجبن المربع يعني اللي متوفر عندكم، ما كان حتى حاجه في هادو ماشي مشكل يمكن لكم تستغناو عليه. غندوزو بسم الله ناخذ المقيله، غندهنوها بالزبده، هادشي علاش ما بغيتش البنات نقلي على هاد القضيه هذه، لان المقله غادي ندهنوها مزيان بالزبده، كذلك الجوانب بهذا الشكل هذا، ولكن كنتو قالين فهي تكون مزيته البطاطس ضروري تكون فيها شويه ديال الزيت، والمقله مدهونه بالزبده فغيكون ليدام بزاف. صافي هذا الشويه هذا نبداو بسم الله نستفو في البطاطس. شفتوا معايا راه تنطلع شويه الجوانب، وديروا وحده على وحده يعني تكون شاده هكا غير شويه. صافي تكون على هذا الشكل هذا، غادي ندوزو دابا بسم الله نديرو الحشوه. غادي ناخذ حبه ديال البيض، شويه ديال المليحه، شويه ديال التبزيره ديال البزار عفوا، وغادي نخلطو مزيان. خلطتها مزيان، غادي ندوز نفرقها على هذا الخليط هذا.
غادي ندير الجبن دي اختياري. وغادي ندير واحد او جوج من هذا اللي مربع. وغادي ندير طبقة من الفوق ديال البطاطس نغطي. هذه اختيارية، انا بغيت ندير هكا شوية ديال الفلفل الاسود من فوق البطاطس. غادي نغطيو عليها هكا وغادي ندوز نديرها فوق النار اللي تكون المهي. شفت معايا؟ نخليو عليها الغطا. غادي ناخذ هكا ملعقة وغادي نحاول ندير بها الجوانب على هذا الشكل. هذا هيا البنات، هادشي علاش المقلة ما خاصهاش تكون تلصق. المهم انا نسيت ما درتش البيضه من الفوق، درت البيضه بيضه وحده ومليحه. غادي نقربها ونديرها من الفوق. هي ديروها في الاول ملي تنديروا المونتاج قبل ما نديروها في فوق النار. هاد البيض تيحاول يعطينا هذيك الحموريه. كنعاود نسد عليها باش هذاك البيض يطيب ليا واحد شويه عاد نقلبها. كيف تتشوفوا معايا ندوز دابا نقلبها. شوف معايا فتتحمر بحال اللي قلينا، بحال الفريت، بحال اللي قليتوها في الزيت. وهكا تيكون احسن البنات. بغيتو تعاودو تغطيوها عاودو غطيوها باش تزيد طيب ليكم هاديك البطاطا مزيان، لأن درنا لها تقريبا نص سلقة. شفتو الحمورية اللي عطات؟ إلا قليتوها فما يمكنش يعني تخليوها بزاف فوق النار، دغيا غادي تحرق لي يعني دغيا غادي طيب ليكم في القلي. فبالنسبة لي أنا فمن قبيلة وأنا مغطية عليها تقريبا على شي 5 دقايق هادي، وكل مرة تندورها. شو على لون رائع مع دوك الشنيتفات تيجي زوين. غير البطاطس ما ديروش طبقه فوق طبقه باش تحمر ليكم. غنخليها دابا تزيد تحمر ونرجع لكم ان شاء الله. يلا نبغي نقدمها بالنتيجه النهائيه. شوفوا معايا غادي نقلبها باش نشوف واش تحمرات ليا من الجهه الاخرى. بغيتو يعني يكون محمر. هانتوما نحاول نهز لكم الكاميرا باش تشوف. صافي الله يرجع البركه. سيكون هذا هو الشكل ديالها. بقى ليا دابا الا دابا ندير شويه ديال الفرماج هكا من الفوق وغادي نقدم عليكم ان شاء الله في طبق التقديم. بصحتكم وراحتكم الغدا. يلا نخليكم مع طبق التقديم. المهم تتكون هذه هي النتيجه النهائيه ملي درت الفرماج غطيت عليه بهذيك الغطايه وخليته حتى داب. تتكون هذه هي النتيجه النهائيه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايكات والبارطاج ديال الفيديو وندوز دابا نقدمها لكم. بسم الله. نوريكم بعدا البطاطا كيفاش تجي. ها نتوما بطاطا ما مقليه ما والو، مقرمله خيط رقيقه تيوصل على الطياب. الريحه طالعه غزاله. ها هي البنات كيفاش تجي، بغيت ندورها لكم. شفتوا معايا راه تجي رائعه، غير جربوها تجي لذيذه وهكا تنبدلو وصحيه. يلا الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات والبارطاج ديال الفيديو. بصحتكم وراحتكم. بسلام عليكم.